مصر فعلا مش هزار، عندها قدر مذهل مذهل ورائع من المرونة السياسية وحصافة وحكمة اتخاذ القرار والقدرة على قياس كل شيء ووضعه في موضعه السليم وطبقا لإيه؟ طبقا للوضع الزمني والشكل التاريخي والوضع السياسي والاقتصادي. مصر طول الوقت لا تريد مشاكل، لا تريد أزمات، بل بالعكس أنا من الناس اللي بتعتقد أن مصر بتشتغل بقوة خلال الثمان سنين وشوية اللي فاتوا على ما قد نطلق عليه تصفير أزمات المنطقة، أنه تبقى منطقة خالية من الأزمات. ويمكن فخامة الرئيس قال أكتر من مرة أنه إحنا مش عاوزين اشتعال لأي مواقف في المنطقة أيا كانت الظروف إيه، ولازم يبقى في عندنا قدرة وإرادة حقيقية في أن إحنا نخلي هذه من المنطقة من الأزمات، لأنه فيها فرص كبيرة جدا 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 للنمو. وعلي، بص على كل اللي أنا بقوله لك ده، ولو حتى بنظرة تفصيلية كده على رواقة وبهدوء، فتجد أنه كان من الطبيعي جدا أن إحنا نشوف الزيارات المتبادلة ما بين وزراء الخارجية، وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية التركي داوود أوغلو. طيب هتلاقي أنه معالي وزير الخارجية السيد سامح شكري بيستقبل نظيره التركي في القاهرة. رائع. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية. أهلا بيك يا دكتور طارق. أهلا أستاذ يوسف، أهلا سيادة النائب، اتفضل. ربنا يخليك يا رب. عايز أسمع منك تشرح لنا وتحلل لنا دلالات هذه الزيارات المتبادلة ما بين وزراء الخارجية مصر تركيا والعكس صحيح. هو بالتأكيد طبعا زيارة وزير الخارجية التركي للقاهرة استكمال زيارة وزيرنا سامح شكري إلى تركيا منذ عدة أسابيع، ومن الواضح أنه هناك انفراجة جيدة في العلاقة. هدفها هو وضع العلاقات في يعني في مسارها الصحيح الآن. نتحدث الآن عن علاقات مهمة في إطارها الثنائي والإقليمي، بما يخدم بطبيعة الحال حضرتك المسار الجديد في الإقليم. هناك معادلات تشكل في الإقليم الآن، ومصر باعتبارها دولة محورية رئيسية، أعتقد هناك حرص كبير من الجانب التركي على الانفتاح على مصر في هذا التوقيت، ومحاولة لتقريب وجهات النظر. أعتقد أنه المسار التوافقي ومسار تحسين العلاقات وتعزيزها في الفترة القادمة هيكون مهم ومطروح. القاهرة تستطيع أن تقدم يعني كثير للجانب التركي وللإقليم. طبعا مصر منخرطة في ملفات عديدة في الإقليم، منها الملف العراقي والملف السوري وفي القضية الفلسطينية وفي شرق المتوسط وفي ليبيا. كل هذه الملفات وغيرها حضرتك مشتبكة فيها ومتفاعلة فيها الجانب التركي، وبالتالي الأتراك حريصين على التنسيق مع مصر في هذا التوقيت. طبعا منطقة شرق المتوسط أولوية أولى بالنسبة للسياسة الخارجية المصرية، والقاهرة بتتحرك بحثا عن تأكيد حضورها الكبير، لأن مصر هي من رسمت وخططت ووضعت طبعا كثير من الأمور في وضعها الطبيعي، سواء تشكيل طبعا وتكوين منتدى الغاز ثم المنظمة الإقليمية للغاز واللقاءات المباشرة مع الدول الشرق المتوسط. وإحنا طبعا زي ما حضرتك تعلم سيادة النائب رسمنا حدودنا مع اليونان وقبرص، فبالتالي في ترتيبات القاهرة قامت بيها بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة. طبعا هناك مساحات من الاهتمام كبير أيضا بالملف السوري، لأنه القاهرة طبعا في الفترة الأخيرة كان زيارة أيضا الوزير سامح شكري إلى سوريا. ترتيب الأوضاع، القاهرة رتبت الأوضاع في الإقليم، وبالتالي الأتراك ينظرون لمصر على أنها دولة محورية يمكن التعامل والتنسيق معها. في معادلات جديدة بتشكل الآن في إطار حالة السيولة السياسية في الإقليم، وفي طبعا ارتدادات لأزمات إقليمية ودولية، وفي حالة من الانفراج في المشهد العربي الإقليمي، سواء كان بالنسبة للتحركات الأخيرة بالنسبة للجانب الإيراني تجاه الخليج، بالنسبة للتحركات في المتوسط في مناطق التماثل الاستراتيجية، ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية. كل دي أمور حضرتك بتتسم بيها الأوضاع في الإقليم. أعتقد أنه القاهرة بتعزز اتصالاتها وتقاربها مع الجانب التركي الآن، يعني
من خلال عنوان كبير تستطيع أن تضعه سيادة النائب، منافع مشتركة ومصالح متبادلة، وإدراك كبير من الجانب التركي بالدور المصري والحضور المصري في الإقليم. هندسة المشهد في الإقليم بتقوم به مصر الآن، يعني المقاربة المصرية مقاربة قائمة على فكرة الرشادة السياسية والانفتاح على الجميع وتعزيز الوجود في أغلب الملفات العربية. إذن فنحن نتحدث عن هندسة جديدة للإقليم تقوم به مصر في هذا التوقيت، تأكيدا لمصالحها الكبرى سواء تجاه الدول العربية أو تجاه الأطراف الإقليمية في نفس التوقيت. طيب دكتور طارق، لو سمحت لي، في إطار اتفاقي بنسبة 100% مع هذا المصطلح أنه مصر بتلعب دور مهندس عمليات أو هندسة الإقليم سياسيا، هل الأزمة اللي حصلت في أوروبا، الحرب الروسية الأوكرانية، إلى أي مدى لعبت دور في مسألة إعادة رسم هندسة الإقليم والتوازنات السياسية في الإقليم، سواء إذا كان الإقليم العربي الوطن العربي ده زائد القوى الإقليمية المحيطة به على سبيل المثال تركيا في حال إيران في حال آخر إلى آخره، وإلى أي مدى يصل إسهام مصر في مسألة هذه التقاربات الإقليمية؟ هو طبعا بالتأكيد ارتدادات الأزمة الروسية الأوكرانية لم يقتصر على الشرق الأوسط، وإنما كما تعلم حضرتك امتد لأقاليم متعددة. طبعا. الأقاليم المتعددة هناك دول محورية ومركزية بتلعب دور زي الصين مثلا في منطقة جنوب شرق آسيا والامتدادات لأوروبا وأيضا إلى الجنوب. مصر في الإقليم، في إقليم الشرق الأوسط، وبالتالي الترتيبات الأمنية والسياسية والاستراتيجية اللي تتحرك فيها القوى الإقليمية والفواعل الإقليمية والدولية بتدفع الدول المركزية للتحرك وإعادة ترتيب ورسم السياسات في هذه المرحلة، وهو ما تقوم به مصر الآن في إطار مقاربة هندسية جديدة لشكل الإقليم انطلاقا من أمرين أستاذ يوسف. الأمر الأول مصداقية الدور المصري في التحرك، الأمر الثاني هو دور حضرتك في الإقليم، بمعنى أنه أي ترتيبات سياسية أو أمنية أو استراتيجية لابد من فواعل رئيسية ومركزية تستطيع أن تهندس شكل هذه التحولات والتغيرات في الإقليم، وهو ما تقوم به مصر. يعني ليه بنقول أنه في معادلات جديدة بتشكل في الإقليم سيادة النائب؟ هذه المعادلات الجديدة اللي بتشكل شكل وإطار النظام الشرق أوسطي والنظام الإقليم العربي بيدفع مصر للتحركات في مسارات واتجاهات متعددة. مصر بتتحرك في إطار النظام الإقليمي العربي وتنشيط مؤسسات العمل العربي المشترك وتفعيل دور التحالفات العربية العربية، على جانب آخر بتنظر إلى أيضا هندسة المشهد السياسي والاستراتيجي تجاه الأطراف الإقليمية، والأطراف الإقليمية معلومة للجميع ولها حساباتها وتقديراتها سواء كانت إيران، تركيا، إسرائيل، وبالتالي تحرك مصر الآن هو تحرك مسؤول وتحرك له مصداقية كبيرة وتحرك مطلوب بالنسبة لهذا الدور المركزي والرئيسي في إطار أي ترتيبات أمنية وسياسية ستجرى في الإقليم. ومصر منخرطة بطبيعة الحال سيادة النائب في كثير من الترتيبات الجارية في الإقليم، بمعنى أن مصر حاضرة في أغلب التحولات الراهنة سواء على المستوى العربي أو على المستوى الإقليمي، ودورها مركزي أيضا في الاستراتيجيات الدولية. يعني لديك دور مهم قوي في الاستراتيجية الأمريكية اللي أعلنها الرئيس الأمريكي في أغسطس الماضي، لك دور كبير في هذا الإطار في هذه الاستراتيجية باعتبار الولايات المتحدة شريك وفاعل مع مصر، إحنا عم حريصين على هذا. لكن أيضا لديك ارتباطات يعني مفصلية وهيكلية مع الطرفين اللي بيقودوا الآن حركة تغيير بنية النظام الدولي اللي هي الصين وروسيا، فبالتالي هذه المقاربة المصرية المتعددة الاتجاهات تجاه الأطراف الكبرى هي اللي بترسم شكل وتضع إطار هندسي للسياسة المصرية في الإقليم. علاقة مصر بتركيا تمضي في هذا الإطار، وأتصور أن هناك تحولات مصرية إقليمية ودولية ستتم في الفترة المقبلة، وده يعني خلينا أقول لحضرتك بيأتي انطلاقا من تخطيط واعي لأجهزة المعلومات في مصر. لديك أجهزة معلومات عندها قدرة استباقية، عندها قدرة على قراءة المشهد بصورة جيدة، بتعمل إلى جوار الدبلوماسية الرئاسية ودبلوماسية القمة على أعلى مستوى
فنتيجة هذا ما تشاهده الآن. وبالتالي حينما تسعى تركيا إلى مخاطبة ود مصر، هذه رسالة مهمة أن مصر تتحرك وليست مصر وحدها. خليني أضيف أيضا وإيران، التصريحات الإيرانية خلال الأيام الأخيرة أكدت على هذا، وهناك تصريحات مهمة أطلقها المسؤولين الإيرانيين خلال الأيام الأخيرة. وبالتالي أنا أعتقد أنه من المهم أن نؤكد على هذا، لأن الحضور المصري متعدد المسارات، يعني سواء كان تجاه الملف الفلسطيني الإقليمي والتحركات الجارية الآن لاستكمال ما جرى في العقبة ومحاولة تهدئة الأوضاع وخفض التوتر الفلسطيني الإسرائيلي، تحركات في الملف الليبي، تحركات في الشرق المتوسط، والحرص على بناء مقاربات مع الجانب اليوناني والقبرصي. يعني هناك تحركات مهمة الآن في إطار هذه الترتيبات السياسية والاستراتيجية الجارية في الإقليم. عظيم جدا دكتور طارق، أرجوك نتقابل يعني قدر الاستطاعة قبل رمضان. ما كانش يبقى كل سنة وانت طيب، رمضان كريم، ونحب طيب نتقابل في رمضان برضو. أرجوك يا دكتور، كل الشكر ليك، كل الشكر لدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية البارز.